السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة بحر منوعات بتحييكم. السلام عليكم ورحمة الله، قناة بحر المنوعات. النهاردة يا جماعة في ناس سألتني كتير جدا جدا في التعليقات ان انا اعمل فيديو اقول لهم فين المكان الجديد بتاع صندوق الجندي والحاجات اللي بتشتروها والحاجات دي كلها، وصندوق الكلاسيكي اهوت الحاجات دي اهي، يعني صندوق الامدادات والكلام ده كله. لو انت عايز تفتح صندوق زي ده كده مثلا وتجيب حاجات كده، فالمكان طبعا زي ما انتم عارفين اتغير والناس دلوقتي مبقتش عارفاه. فسالوني قالوا لي فين بعد اذنك، قلت لهم والله عشان خاطركم وعشان انتم مشتركين عندي في القناه انا هعمل لكم. بس قبل اي حاجه يا ريت لو انت مش مشترك في القناه وبحثت على اليوتيوب ولقيت القناه بتاعتي عشان انت عايز الفيديو ده، ما تبخلش علينا بلايك للفيديو وكمان تعمل اشتراك في القناه. ولو برضو عندك اي استفسار عن اي حاجه قول لي وانا اقول لك على طول، وقول لي وانا اقول لك يلا بينا عشان اقول لك فين المكان بالظبط، بتجيب منين الموضوع دوت، الصناديق بتبقى فين دلوقتي عشان تفتح الصناديق ويجي لك حاجات امدادات لبس حاجات كتير جدا جدا جدا. بص انا معايا دلوقتي حوالي 2 مليون بي اهو، معايا 2 مليون. لو عايز تشتري اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو، اشتري جالي وش مثلا، جالي دي مثلا اهو اهو صناديق. هنا بقى في صندوق الامدادات دوت بتفتح من هنا برضو اهو، معايا بتاع 100 امدادات. بصوا بنطلون مش عارف ايه، المهم سيبكم الكلام ده كله دلوقتي. انتوا لو عايزين توصلوا هنا انا هقول لكم دلوقتي حالا توصلوا ازاي. يلا بينا تعالوا معايا اوريكم ازاي تخشوا في المكان دوت وتجيبوا لبس وحاجات جديده كتير جدا جدا جدا. بس اهم حاجه زي ما قلت لك بعد اذنك يا ريت ما تنساش تشترك في القناه ودوس على اللايك. ولو عندك اي استفسار عن اي حاجه والله ما هبخل عليك وهقول لك، ولو مش عامل فيديو ليه هعمل فيديو، ولو عامل فيديو هبعت لك الرابط على طول. يلا بينا. اول حاجه هتعملها طبعا هتخش على المخزون اهي اللي جنب السهم ده، في مخزون هتخش على المخزون، وبعدين هتلاقي طبعا هنا انتوا عارفين ان ده مكان لبسكم ومكان الطاقيه اهوت الخوذه ومكان النضاره ومكان الاسلحه هنا. فانتوا طبعا عايزين طبعا صندوق جندي عشان تشتروا ملابس جديده وحاجات جديده وحاجات حلوه زيكم. هتخش على الصندوق اللي تحت دوت، طبعا مش هو دوت لا، هتلاقوا اللي تحت اهي هتنزلوا عليها اهيت اهي، بعدين بقى تخشوا هنا وبعدين تخشوا عشان تشتروا هيخش معاكم اهوت، فتح لكم صندوق الامدادات وصندوق الجندي، واللي عايز يشتري حاجه بيشتريها، ولو انت شاحن هتشتري باليو سي، مش شاحن هتشتري عادي، في مجانا وفي باليو سي. طبعا انا عشان مش شاحن بشتري بالعادي خالص مش لازم اليو سي. اهم حاجه لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ويا ريت الموضوع يكون استفدتوا منه وعرفتوا المكان الجديد بتاع صندوق الامدادات وصندوق الجندي الجديد. اشوفكم على خير، ويا ريت يا ريت يا ريت ما تخرجش قبل ما تشترك في القناه. لو انت لسه معايا لحد دلوقتي رجاء ما تخرجش غير لما تدوس على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي استفسار زي ما قلت لك اسالني في تعليق هرد عليك، وما تنساش اهم حاجه تدوس لايك للفيديو. اشوفكم على خير، قناه بحر المنوعات على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.